نحن معكم الآن من مسجد إبشير باشا، هذا المسجد الأثري القديم الذي استطاع الثوار تحريره بشكل كامل خلال المعارك الأخيرة مع قوات النظام في حلب القديمة. هذا المسجد الأثري القديم حولته قوات النظام إلى ثكنة عسكرية تقصف وتقتل من خلالها الآمنين في أحياء حلب المحررة. لهذا المسجد خصوصية كبيرة هنا كونه أحد أهم معالم حلب القديمة وأقدم هذه المساجد، كان مقصدا للزوار وللسائحين العرب والغربيين الذين يقصدون أحياء حلب وآثارها ومعالمها. معي هنا ضيفي الكاتب علي حافظ لحدثنا عن عراقة هذا المسجد في حلب القديمة. أهلا وسهلا بك أستاذ علي. أهلا وسهلا. ما هي الخصوصية والأهمية لهذا المسجد؟ هذا مسجد إبراهيم بشير باشا يعود تاريخ بنائه إلى القرن 16، يعني يمكن ب 1650 ميلادي. هو تابع لما يسمى وقف بشير باشا الذي يضم، إضافة لهذا المسجد، يضم فرن، يضم مقهى، يضم قيصريات تابعة له. أهمية هذا المسجد تنبع من كونه فريد من نوعه، لا سيما المحراب والمقرصنات الموجودة. هذا المسجد تم ترميمه في عام 2010، يعني ترميم جديد ليكون مقصدا للزوار والسياح والمهتمين بالآثار. طبعا هذا المسجد هو جزء من حلب القديمة أو منطقة جديدة الأثرية التي أصبحت نتيجة القصف النظام ونتيجة البراميل يعني منطقة خطيرة جدا ومنطقة مدمرة. يعني النظام لا يفرق بين مبنى أثري ومبنى مدني أو مبنى عسكري، المهم هو أن يبقى، ومن أجل بقائه يعمل على استغلال جميع هذه المناطق إن كان أثريا أو إن كان غير أثري. نحاول أن نشرح لبعض الشباب أنه هذه المناطق هي بالنهاية مناطق سورية، مناطق لنا جميعا، والحفاظ عليها واجب. أشكرك أستاذ علي. هذه هي يعني هذا المسجد يعد من أهم وأقدم هذه المعالم في حلب القديمة، كما بعض النقاط أيضا والتي تخضع تحت سيطرة قوات النظام حتى هذه اللحظات والتي حولتها إلى ثكنتين عسكرية. خالد أبو المجد لأورينت نيوز من حلب القديمة في حلب.